كنت أريد أن أقول يعني هناك حقيقة يجب أن تقال. أمين رياض محرز يعلم الجميع بأنه قدم خدمات جليلة للمنتخب الوطني وهذه حقيقة وقناعة لن يستطيع أن يطمسها أحد. لكن مؤخرا الجميع أيضا يعلم بأنه محرز تراجع بدنيا وفنيا وفقد الشغف في لعب وممارسة كرة القدم حتى أنه اعتزل جزئيا المنتخب الوطني ولم يقدم الشيء الكثير في الدوري السعودي والآن يعود ويستعين بمحضر بدني خاص. هذا اعتراف ضمني ومباشر من رياض محرز بأنه تراجع بدنيا ولولا هذا الاعتراف لما كان قد استعان مرة أخرى بمحضر بدني. لكن في المنتخب الوطني أنا أعود وأقول وأكرر يجب أن نعامله معاملة خاصة نظير الخدمات الكثيرة التي قدمها للمنتخب. لا يجب أن يخرج محرز من الباب الضيق، لا يجب أن نقول بأنه محرز ستمنح له مثل ما قال أمين فرصة أخيرة وبعد ذلك المدرب ربما سيجلسه على دكة البدلاء أو لا يستدعيه نهائيا. أعتقد بأن هذا الولد يجب أن يعامل معاملة خاصة، هو يعني في ظرف صعب جدا في ظرف حساس من مسيرته الكروية، انتقاله من الدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي أفقده الكثير من مستواه. كأمين قال كلمة قال حقيقة، يعني زيادة وزن لاعب مثل رياض محرز هذا أعتبره أمر خطير جدا، يعني كيف لمحرز أن يسمح لنفسه بأن يزيد وزنه. نعرف جيدا بأن زيادة الوزن لا يساعد تماما اللاعب على إبراز كل فنياته وتقديم كل مهاراته وزيادة سرعته وتسجيل الأهداف وتقديم خصوصا أنه الدوري السعودي كما قال لك أمين ارتفعت الجودة اللاعبين فيه. ما بقاش لو كان قبل 5 سنوات محرز يجبالك مستوى يطلق روحه ولا غير يلعب وعادي بصح دكا. لذلك أمين أريد أن أختم فقط ووجه بذلك سؤال إلى فارس، ألا تعتقد معي فارس بأنه محرز يحتاج نوع من التضامن، نوع من المعاملة الخاصة، نوع من المساندة؟ لا أقول حتى يسترجع مستواه لأني أؤيد بن شبير بأننا لن نشاهد محرز 2019 ولا محرز 2017، ولكن على الأقل نستفيد من خبرة محرز في تأطير الشبان، في حسم بعض المباريات، في تقديم بعض النصائح للاعبين الجدد، في مساعدة هذا المدرب على الإلمام بكل شؤون المنتخب وتسيير المجموعة. شوف حتى نحن كمدافعين عن محرز نتعبوا يعني لأنه حتى هو لازم يساعدنا شوية لأنه في نفس الوقت نقول أنهم صح يعني يتلقى انتقادات كثيرة في السعودية وما يخلوش يخدم يعني بعقله وما يحطوش في أحسن ظروف، لكن حتى هو بالمقابل يجب أيضا أن يحسن خاصة من مستواه البدني. نشاهد في مبارياته حتى تحس في بعض الأحيان لا يقوى حتى على مسايرة أو ريتم الدوري مدرب خاص الآن. الآن استعان يجب أسابيع باش إن شاء الله نتمنى أنه يتحسن، لكن الشيء المؤكد هو الجانب البدني يثير تساؤلات لرياض محرز. نشاهد في مباريات رياض محرز في الدوري السعودي، الدوري السعودي صحيح أنه مرتفع لكن ليس بنفس جودة الدوري الإنجليزي. أفضل المنتخب هل يجب أن يكون بيتكوفيتش صارما مع محرز أم رحيما بمحرز؟ لا يكون لا صارم ولا رحيم، يتحدث معه. أنا لماذا في البداية يعني ما كنتش متفق مع أمين لأنك لاعب عندما يأتي للمنتخب متفق مع بيتكوفيتش، أنا أعطيتك المعلومة معك ومع بيتكوفيتش لا تفق معه في هذه. بصراحة هي معلومة شبه صادمة أمين. نعم لأنه لما تقول بأنه بيتكوفيتش غير راضي عن رياض محرز وسيمنحه آخر فرصة في هذا التربص هذا كلام قد يزلزل اللاعب. نعم حتى اللاعب يعني قد لا يتقبل هذا الكلام، يقول لك أنا يا أخوي لما حبيت أن نكون في المنتخب ما تستدعينيش وخلاص وتعاود تنطلق أزمة جديدة مع المنتخب. بالنظر لي عاطفيين فارس لا نظر في كل منتخبات لا يقدرش حتى كريستيانو رونالدو مثلا كريستيانو رونالدو ما يقدرش يتعامل مع مدرب البرتغال بهالطريقة. علاش ما تكونش أنت إيجابي كي تعرف باللي هذه المباراتين راح يكونوا مفصليتين في مستقبلك مع المنتخب الوطني الجزائري؟ علاش ما تقررش بينك وبين قرار انت ما راكش في بداية مشوارك في نهاية مشوارك مع المنتخب؟ الا في نهاية مشوارك مع المنتخب تعامل بهذه الطريقة انا نقول يا اخي المنتخب اسمع المنتخب لا يسير بالعاطفة يا فارس لا يسير بالعاطفة شيء وأيضا يسير أيضا ببعض من الاحترام لكوادر المنتخب. وعلاش ما نعاودوش نعيطوا لسليماني كي يولي للنيفوتيرا ولعب مباراة واحدة سليماني معليش ومحرز ولا المباراة سليماني اسمح لي سليماني راهو فيها دائما عاود ونضاف شباب بالوزارة هذا وين بدا يلعب دائما بدا يلعب سليماني يقدر يلعب 5 6 7 لقاءات يولي للمنتخب عادي بصح شوفوا جماعة كل واحد ورأيه
دوك ولا نتكلموا على بالرحمة ماروش يقدم في مقابلات جميلة والنيفو ديالو مدينا له بزاف فرص وما تأقلمش وما تألقش في المنتخب الوطني، وقلنا باللي لازم بن رحمة يشوفوا بديل ليه يقدر ما يزيدش يعيط له يقدر يحطوا رومبلاسون باش ما يقدم والو. كيما دوكا محرز ما راهوش يقدم في مردود لاباس به وما راهوش في احسن فورما، ثاني محرز يطبق عليه القانون. نعم لكن محرز عنده تاريخ كبير يشفع له. محرز ماشي بالرحمه. انت اسمح لي اسمح لي انت ما تحطش الان محرز وبالرحمه في سله واحده. محرز قدم خدمات كبيره، كان حاسم في كاس افريقيا اللي فزنا بها امين. محرز انا في اعتقادي يجب ان يعامل معامله خاصه، هذا رأيي أمين. لما تقول لي طبق عليه القانون يعني سؤال ديالك هذا تمشي لا لا تمشي لي أمين بمبدأ أنه اللاعبون سواسية كأسنان المشط أوكي، ولكن أحيانا حتى في المشط تلقى سن خارج شوية. أمين كاين لاعبين تاريخهم يشفع لهم، مكانتهم ومرتبتهم تشفع لهم، أدائهم أحيانا يشفع لهم. لا يمكن أن نساوي بين محرز ونقارن، لا يمكن أن نساوي بين محرز وبالرحمة، لأنه محرز تاريخ كبير مع المنتخب الوطني وبالرحمة 8 سنوات لم يقدم الشيء الكثير. معليش أنا جامي قلت لك محرز ما قدم ولو المنتخب الوطني وكونترير وين محرز لازم نساوي في المعامل لا. لازم يطبق عليه القانون. نعم بس كل القانون ديجا تطبق على لاعب مش بدلك اللاعب هذا عنده إحصائيات متساوية مع رياض محرز اللي هو بغداد منجاح 31 هدف، بالك محرز عنده تمريرات حاسمة أكثر منه، بونجاح عنده تاريخ في المنتخب الوطني تاني. نعم. نهار ما كانش مليح ما استدعوش بونجاح، وعلاش ما استدعاش؟ باسكو ما كانش في فورما، ما كانش يسجل أهداف، ما كانش هذا ما سمحلوش باش يكون في القائمة تاع المنتخب الوطني. مي أنا ما نقدرش نجي نقول لك بونجاح لا لا ما عندوش تاريخ وما عندوش كذا، وسليماني تاني نهار ما ناداولوش قلنا باللي ما كانش يلعب كدا. لا أنا نقول لك في المنتخب الوطني، المنتخب الوطني أكبر من اللاعبين كاع اللي جازوا على المنتخب الوطني. باسكو كاينه حاجة أنا ما نكرش الخير، نقول لك محرز ما نقدمش وتكلمت عليها بليزيور فوا، قلت لك بلي محرز في ليمو نهار كان يلعب في أعلى مستوى كان يجي ويروح لإفريقيا وجامي قال المنتخب لا وجامي فيس وجامي كذا. مي الحقيقة اليوم محرز ما راهوش في أحسن فورما، إن شاء الله نتمنوا له كجزائريين يعاود يولي فورما حاجة الأولى ليه وباش يفيدنا في المنتخب الوطني ويفيد الخبرة. تقول لي مقبيات قال لك بن شابير قال لك لا ما يقدرش يكون في الكرسي الاحتياط، علاش في السيتي كي كان في كرسي الاحتياط؟ ما يقبلكش علاش ما يقبلش؟ علاش هذه نشوف لي ما يقبلكش؟ هذه حقيقة وكونتر. تكلم محمد مقبيلات حاجة مليحة، قال لك يقدر يعاون المدرب بالخبرة ديالو، خدم في أعلى مستوى مع مدربين كبار، يقدر يعاون ليجال. انت غدو ان شاء الله تستدعي سليماني ولا تستدعي محرز ولا مش حيفيدوك في المنتخب الوطني سي. وعلى سليماني شفناه بليزيور فوا دخل 20 مينوت 30 مينوت كان يسجل اهداف، معناتها هذا مفيد. ماشي دوكا سليماني ميور بيتر في ليستوار تاع الجزائر يقول لك نو انا ما لعبش رون بلاصو. لا خويا اليوم يكون مهاجم احسن منك ويكون في اعلى وتدخلوا انت رون بلاصو. انا نشوفه دي جوار في اعلى مستوى يدخلوا في كرسي احتياط ونورمال، دخلوا 20 دقيقه ولا 30 دقيقه ويمد لك اضافه، هذا هو الشيء. وكونترير محرز ماهوش في الفورما ديالو ما فيها والو، حنا نتمنوا له كجزائريين وهذا ما كان. نعم فقط نرد لك بخصوص بنجاح لاعب كبير جدا وسجل العديد من الاهداف مع المنتخب، ولكن رايي الشخصي امين لا يمكن ايضا. نعم لا 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 اسمح لي ما تخرجيش على السوجي. ما خرجلكش انا حرد عليك. بنجاح في المنتخب تتكلم ومحرز في المنتخب ما دخلي السيتي. سيتي بيان سور عنده تركتك تتكلم امين تتكلم ماشي مشكل. اسمح لي محمد تتحدث عن المنتخب. اسلام سليماني مسجل اهداف اكثر من رياض محرز، فكنت قادر تمد مثال باسلام سليماني. انا اتحدث عن قيمه اللاعب، نتحدث عن اللاعب كقيمة ينسو قيمة كبيرة. يعني جاي أمين لا يمكن أن نقارن أي لاعب في المنتخب الوطني مع رياض محرز، لأنه رياض محرز لعب في أعلى مستوى، لعب مع الصفوة، درب عند غوارديولا، فاز بالتشامبيونز ليج. ما كفيش ولا لاعب جزائري قدر يوصل حتى المركز التاسع في البالون دور، يعني فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا. أمين ما كاين أفضل لاعب في إنجلترا. نعم في 2016 أمين ما كاين حتى لاعب جزائري مع احترامنا للجميع قدر يوصل للمنزلة وقدر يوصل للمرتبة اللي وصل لها رياض محرز. لذلك قلت لك يا أخي ارحموا عزيز قوم ذل،
عاملوا محرز معاملة خاصة. الآن هذا يبقى في نفس الوقت يبقى رأيي، وأنت رأيك محترم أمين واستمعنا إليه بسرعة حتى نمر إلى نقاط أخرى. شوف أنا أنا جامي قلت لك محرز جامي قلت لك باللي ما لازمش لازم يتقارن. أنا كي نحكي لك تكنيكمو في المنتخب الوطني ومعنا تاريخيين واش دار محرز، هذيك حاجة واحدة أخرى محمد. أنا واحد ما يقدر يتكلم فينا يقول لك محرز لا ما لعبش ما مدش كده بيانشور. أنت واش قلت في اعلى مستوى، تحصل على تشامبيونز ليغ، تحصل على على بريمير ليغ عده مرات، خمس مرات ولا اربع مرات. دونك واحد ما يتكلم على انت اليوم كي تتكلم على لاعب في المنتخب ولا تتكلم على لاعب تسمع هكذا، يا حبي تقول لي باللي لازم محرز نديروا معاه العاطفه هذه هي انت هذا هو المقصود تاعك. قلت لك نعملوه معامله خاصه نظير ما قدمه من خدم خلاصي ما لا وما وصل اليه هدايا هدايا امين اكسس ويتكلم معاك ولا الفيدراليه ولا عيطوا المحرز كما ما يدير والو في اللقاءات يجي هكذا يا لي ستاج ما هو مش هو يلعب مازال يلعب في المستوى العالي. احنا انا كاني نتكلم انا ما تكلمت لازم يخدم فيزيك ماشي عاودي العظيم غير ما دابيا محرز يجي في احسن فورما يكون ويمد كما نقول المنتخب الوطني وكره مازال نسحقوا رايك واضح رايك واضح